السلام عليكم اخواني اخواتي الطلبة، في فيديو جديد لي على القناة. فيديو اليوم يعني حبيت ندير لكم مجموعة من السلاسل تاع تمارين، مجموعة من السلاسل لتمارين، تمارين رياضيات. اليوم حبيت نبدأ لكم بهذه المتتالية، متتالية اللي عجبتني بزاف، يعني فيها 3 متتاليات، في يعني 3، وفيها مجموعين اللي هما كما تشوفوا هامين، ها هو تيلي ان بيلي ان والي ان والجداء بيلي ان، يعني يقولك حسبهم. حبيت نشارك معاكم الحل تاعها يعني، وندير لكم شرح مفصل. هاي المتتالية يعني حاولوا ديروا لها كابتير وتحاولوا فيها قبل ما نبدا في شرح الحل المفصل يعني، ومن بعد تاكدوا من الحل اذا كنت صحاح ولا غلطين. نبداو على بركة الله، ديروا لها كابتير يعني باش ثمني راح نفوت الحل دركم. نبدا على بركة الله، نبداو في المعطيات. وش عطالك؟ عطالك علاقة تراجعية اللي هي إلي أن زايد 1 تساوي 2 على 3 إلي أن زايد 1 على 3 أن زايد 1، وعطالك كذلك الحد الأولي هو إلي 0 تساوي 2. السؤال الأول وش يقولك؟ احسب الحدود، احسب الحدود إلي 1 إلي 2 إلي 3، ثم ضع تخمينا حول اتجاه تغيرات المتتالية إلي أن. نبداو في حساب الحدود. أول شيء بما أنه علاقة تراجعية، شوفوا هنا معايا عطالك إلي أن زايد 1 إلي أن زايد 1 إلي أن زايد 1 راهي. دركا هو قالك أحسب إلي 1، مادام نتاعها بتحسب إلي 1 إلي 1 إلي 1 عفوا، هاي تسمى الأن قداه راح يكون. باش تحسب إلي 1 لازملك تحط الأن بصفر، كيما تعرفوا العلاقة التراجعية إلي أن زايد 1، باش تحسب إلي 1 لازم الأن قداه يكون صفر، معناها وين تلقى أن في العلاقة التراجعية تعوضها بصفر في البلايس كل، يعني وين تلقى أن، لأنك هنا كيما قلت لك مركزوا مليح فيها العلاقة التراجعية، لأنه كاين بزاف اللي يحفظ برك ما يفهمش. إلي أن زايد 1 هاهي إلي أن زايد 1، مادام راح تحسب إلي 1 قداه تحط أن الأن قداه يكون؟ يكون صفر، تروح تعوض بالصفر في وين تلقى أن. نبدأ التعويض، إلي 1 تساوي 2 على 3 إلي 0 زايد 1 على 3 في صفر، الآن يا أخي قلنا صفر زايد 1، 2 على 3 في إلي 0 اللي هو 2 زايد 1 تساوي النتيجة 7 على 3، هاي حطيتها لكم، إلي 1 تساوي 7 على 3. كذلك بالنسبة لإلي 2، يعني إلي 2 مادام راح تحسب إلي 2، شوفوا هنا إلي أن زايد 1 الآن قداه راح تحطها؟ تحطها بواحد باش توليك 1 زايد 1 2، تسمى وين تلقى ان تحطها بواحد، هنا هاي الي 2 تساوي 2 على 3 الي 1 زايد 1 على 3 في 1 زايد 1، وتساوي 2 على 3 في 7 على 3 زايد 1 تساوي النتيجة هي 26 على 9، هاي عطيت النتيجة تاعها. دركا ننتقلو لإلي 3. إلي 3 كيما قلت لكم مادام نزيد نرجع هنا، ها هي إلي أن زايد 1 يا أخي، هنا عندنا زايد 1 ثم ديجا عندنا زايد 1، قداه نزيدولها باش تولي 3؟ 2، ثم وين نلقاو أن كاملة؟ وين تلقى أن في أي بلاصة تحطها ب2؟ إلي 3 تساوي 2 على 3 إلي 2 زايد 1 على 3 في 2 زايد 1، وتساوي 2 على 3 في 26 على 9 اللي هو إلي 2 زايد 2 على 3 زايد 1 وتساوي 97 على 27. هنا الحدود يعني ما لقيناهمش، يعني في أغلب المتتاليات مالفين تلقاهم أعداد مضبوطة تقريبا، هنا يعني جو كسور يعني حاجة جديدة يعني. لا نبدأ في قلك ثم خمن اتجاه تغير المتتالي. هنا تخمين برك، يعني ما قلكش ادرس ولا بين مثلا انا المتتالية متزايدة ولا متناقصة، انا قلك تخمين اتجاه تغير. التخمين من راح يكون بالحدود اللي حسبنا الي 1 الي 2 الي 3، بما انه احنا عندنا الي 3 اكبر من الي 2 واكبر من الي 1، فان المتتالية الي ان راح تكون متزايدة. نشرح لكم يعني هنا عندنا الي 1 اللي هو الحد الاول جاه الصغير، الي 2 جاي اكبر منه، إلي 3 أكبر منه، إلي 3 أكبر منه يعني جاي كبير، يعني المتتالية إلي 3 إلي 1 إلي 2 إلي 3 ماشية وتتزايد، ماشية وتتزايد يعني ماشية وتزيد.
إلي واحد كما قلت لكم، يعني جاي أصغر من إلي اثنين، وجاي أصغر من إلي اثنين جاي أصغر من إلي ثلاثة، بما تخمين راح يكون أنه المتتالية إلي أن متزايد. ننتقل للسؤال اللي بعده، قال لك برهن بتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي أن فإن إلي أن أصغر من أو تساوي أن زايد ثلاثة. برهن بالتراجع كما تعرفوا فيه تقريبا مرحلتين والخلاصة الأخرى. أول حاجة نبدأ بها هي فرضية التراجع، يعني اللي راح نفرضها اللي قال لك عليها في السؤال، هي بي لي أن اللي هي قال لك إلي أن أصغر من أو تساوي أن زائد ثلاثة. شوفوا البرهان بالتراجع هذا، يعني مادام قال لك ديروا في التمرين يعني راح تسحقوا في بعض في أسئلة أخرى تسحقوا، يعني تحتاج البرهان بالتراجع يعني في حاجة تثبت بيه حاجة. بعد كي نلقاوها نقول لكم نبدأ من مرحلة واحدة، هي أنك تثبت الخاصية من أجل إلي صفر. هنا من أجل بي لي صفر هو الحد الأول، ثبتها من أجل الحد الأول بي لي صفر. هنا الخاصية بي لي صفر صفر لأنه إلي صفر صحيحة، من أجل أن تساوي صفر. نبدأ بي لي صفر هي إلي صفر، هنا بي لي صفر وش راح تكون؟ قلنا هي إلي صفر. إلي صفر هنا نعوضه بصفر، الآن نعوضها بصفر، هاي الآن إلي صفر أصغر من أو تساوي صفر زائد ثلاثة، محققة لأنه اثنين، لأنه إلي صفر هو اثنين، اثنين أصغر من أو تساوي ثلاثة، هنا هاي اثنين أصغر من أو تساوي ثلاثة، ثم هي محققة من أجل يعني الخاصية بإلي صفر صحيحة، هاني بتالكم. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية من البرهان بالتراجع يعني هي أنك تفرض، نفرض بركة، نفرض صحة الخاصية، نفرض صحة الخاصية بي لي ان من أجل عدد طبيعي ان، من أجل عدد طبيعي ان، حيث ان أكبر من أو تساوي الصفر، يعني مجموعة الأعداد الطبيعية من الصفر إلى سيدنا لن ان أكبر من أو تساوي الصفر، أي هنا هاي فرضية التراجع تاعنا إلي ان أصغر من أو تساوي ان زائد ثلاثة، يعني فرضناها بلي صحيحة هذي بركة. هي فرضناها صحيحة من أجل كل عدد طبيعي، درك نبرهن صحتها، نبرهن الصحة تاعها من أجل أن زايد واحد، يعني أن زايد واحد، أي يعني تروح كانت إلي أن هنا نقلبوها أن زايد واحد، يعني وين تلقى أن تعوضها بأن زايد واحد، هناك عاد جمع ما درتش القوسين يعني تاع أن زايد واحد هكا، كي عاد جمع في بعضها يعني ماش لازمين، هنا إلي أن زايد واحد وين كانت أن؟ هنا كانت أن زايد ثلاثة، الآن نعوضوها بأن زايد واحد، ومنها واش تولي لنا؟ إلي أن زايد واحد أصغر من أو تساوي أن زايد ربع. دروكا نحاولو نتوصلو لهذي انطلاقا من الأولى، كيفاه نتوصلو لها هذي؟ عندنا لدينا إلي أن أصغر من أو تساوي أن زايد ثلاثة، هاي هذه هي فرضية التراجع تاعنا. وعندك درك انت تبدا من الاول، يعني تبدا من إلي كانت إلي ان اصغر من او تساوي ان زائد ثلاثة، يعني انت حاب توصل إلي ان زائد واحد اللي هي هاهي، فاعطاها لك في الاول التمرين 2 على 3 إلي ان زائد واحد على 3 ان زائد واحد، لازم لك توصل لها انطلاقا من هذه باش تثبت حابين نثبتوه 2 على 3 إلي ان، ضربنا كلا الطرفين في 2 على 3 لتصبح هكا قوسين بين ان زائد 3 لأنه ضرب هنا، ومنه يعني نوزعو وتخرج لك 2 على 3 ان زائد 2 هي الحساب هنا كيف حسبناها. ننتقل الآن للخطوة اللي بعدها، أنه نضيف 1 على 3 ان للطرفين، احنا حابين نوصل إلي ان زائد 1 كما على بالك. كي نضيفه ما تغيرش هذه الإشارة أكبر ولا أصغر، تبقى هي احنا ضفنا برك، ما ضربناش مثلا في حاجة سالبة. المهم 2 على 3 آن زي 2 زي 1 على 3 آن، هنا 2 على 3 إلي آن زي 1 على 3 آن زي 1 أصغر من أو تساوي 2 على 3 آن زي 1 على 3 آن زي 2 زي 1. كي نحسبه بعد الحساب نلقاو باللي إلي آن زي 1 أقل من أو تساوي إلي أن زائد واحد اللي هي هذه، هاي بعد ما حاولنا نوصلو لها، وأقل من أو تساوي هذه كنحسبوها نلقاوها أن زائد ثلاثة، هذه كنحسبوها نلقاوها أن زائد ثلاثة. دروكا حنا حابين نوصلو لهذه أن زائد واحد أقل من أو تساوي أن زائد ربع، نستنتجوها يعني ديريكت، يعني لأنه بما أنه هنا أن زائد ثلاثة أقل من أن زائد ربع،
ان زائد 3 اقل من ان زائد 4، فانه استنتاج يعني حيكون الي ان زائد 1 اقل من او تساوي ان زائد 4. لما فهمهاش هذه كيف استنتجناها ديريكت، يعني جبت لكم مثال اللي هو شرح، هذا شرح فقط طبعا، ما عندوش علاقة بالتمرين. الارقام هذه مجرد ارقام خيرتها، برك تقدر تخير اي رقم. هنا قال لك الالي ان زائد 1 كانت اقل من او تساوي 10، يعني هي اقل من 10 معناها عدد اقل من 10، 9 8 7 6 معناها هي اكيد راح تكون اقل من عدد اللي هو اكبر من 10، راح تكون هي اصغر من عدد اكبر من 10. مثلا نفرض الي ان زائد 1 هذه هي 9، يا اخي 9 اقل من 10، اكيد راح تكون 9 هذه اقل من 12. لذلك هنا بما انه ان زائد 3 اقل من ان زائد 4، كما هنا بما انه 10 اقل من 12 فانه تستنتج الي ان زائد 1 اقل من او تساوي 12، هنا هي الي ان زائد 1 اقل من او تساوي ان زائد 4. اتمنى تكونوا فهمتوها الجزئيه دي. نقول ومنه الخاصيه صحيحه من اجل ان زائد 1. ننتقل للمرحله الاخرى اللي هي الخلاصه، وش تقول؟ نستنتج حسب مبدا البرهان بالتراجع ان الخاصيه صحيحه من اجل كل عدد طبيعي ان، وتقول اذا ترجع الفرضيه التراجع تاعك باللي صحيحه. ننتقل الآن إلى السؤال الموالي اللي هو دراسة اتجاه تغير المتتالية إلي آن. كالعادة يعني ندرس إشارة الفرق اللي هو إلي آن زائد 1 ناقص إلي آن. إذا لقيناه يعني إذا لقيت إشارة الفرق هذا موجبة يعني أكبر من صفر، فالمتتالية إلي آن متزايدة. إذا لقيناها سالبة يعني أصغر من صفر. متناقصة إذا لقيناها معدومة يعني متتالية ثابتة، يعني هذه نادرة حالة نادرة نلقاوها، نلقاو الفرق معدوم. نبدأ إلي أن زايد 1 ناقص إلي أن، نكتبو إلي أن زايد 1 نعطيها لك في التمرين، هي 2 على 3 إلي أن زايد 1 على 3 أن زايد 1 ناقص إلي أن. نحسبوها إلي أن زايد 1 ناقص إلي أن، عندنا 2 على 3 إلي أن ناقص إلي أن هي تعطينا ناقص 1 على 3 إلي أن زايد 1 على 3 أن، ها هي زايد 1. هذا يعني الفرق ما نقدروش ندرسو إشارة تاعو، لذلك مش ما نقدروش، لازم نستعينو بالبرهان بالتراجع، يعني باش نقدرو ندرسو إشارة الفرق هذا لازم نستعينو بالبرهان بالتراجع، لأنه ما نعرفوش إشارته هذا، ما تعرفوش اسكو موجب ولا سالب ولا معدوم، لازم تدرس الإشارة تاعو من خلال برهان بالتراجع. يعني هذا هو هنا وين نحتاج البرهان بالتراجع، قلت لكم كي يقول لكم راح تحتاجوا، يعني كي يقول لك برهان بالتراجع راح تحتاجوا في الأسئلة القادمة. لدينا يعني ما فرضية التراجع اللي هي ثبتناها باللي صحيحة، إلي أن أصغر من أو تساوي أن زائد 3. نحاول نوصلوا من خلال هذه لهذه، يعني ناقص 1 على 3 إلي أن زائد 1 على 3 أن زائد 1. نبدأ نضربوا في ناقص 1 على 3 كلا الطرفين، يعني هنا نديروا القوسين لأنه ضرب، وكذلك نعكس الإشارة كانت أصغر أو تساوي تولي أكبر أو تساوي. علاه؟ لأنه هنا ضربنا في عدد سالب، كي تضرب في عدد سالب تتعكس هذه، من كانت أصغر أو تساوي تولي أكبر أو تساوي. هنا ناقص 1 على 3 أن زائد 1، نوزع ناقص 1 على 3 أن تولي لك ناقص 1 اللي هي ناقص 1. حسابات يعني هنا الحساب مانيش نشرحه لكم، يعني تعرفوا تحسبوا أكيد كل. الآن ناقص 1 على 3 إلي أن زايد 1 على 3 ان، نضيفو لكلا الطرفين زايد 1 على 3 ان، هذه نضيفوها للطرفين منا ومنا، ها هي ضفناها يعني 1 على 3 ان. ثم يعني نحسبو هذه ناقص 1 على 3 ان زايد 1 على 3 ان تروح، تبقى لك ناقص 1. ناقص 1 على 3 الي ان زايد 1 على 3 ان اكبر من او تساوي ناقص 1. هنا يستلزم منا بلي ناقص 1 على 3 إلي أن زايد 1 على 3 أن زايد 1 أكبر من أو تساوي صفر. نرجعو ناقص 1 هذيا منا باش تولينا أكبر من أو تساوي صفر، هذه اللي كي نرجعو ناقص 1 منا تولي زايد 1، هذه اللي لقيناها هي عبارة عن هذه بعد اللي هي إلي أن زايد 1 ناقص إلي أن، أهي إلي أن زايد 1 ناقص إلي أن، أنا كتبتها لكم. هي بما أن إلي أن زايد 1 ناقص إلي أن لقيناها أكبر من أو تساوي صفر، معناها إشارة الفرق كيفاه موجبة، يعني فإن إلي أن راح تكون متزايدة، يعني ثبتنا ذاك التخمين تاعنا تقبيل اللي خمنا بلي المتتالية إلي أن متزايدة، لقيناها هنا متزايدة. قالك السؤال اللي بعده، استنتج أن إلي أن محدودة من الأسفل. مش معناها محدودة من الأسفل، معناها يعني هي
يعني أنا عدد ثابت هنا يكون من الأسفل، يعني ما عدد ثابت يعني درك نشرح لكم. أنا لدينا إي دي آن قال لك متزايدة، يعني إي دي آن ها هي نفرض هذا السهم هو إي دي آن متزايدة، ها هو سهم تاعنا متزايدة، متزايدة معناه قال لك إي دي آن أكبر من أو تساوي إي دي صفر، معناه الحد الصغير تاعها واش راح يكون هو الحد الأول، والآخرين اللي فوق منه كل الحدود راح يكونوا أكبر منه، يعني هي الحد الأول تاعها ذا هو أصغر حد، يعني إي دي آن أكبر من أو تساوي 2، يعني أصغر حد فيها هو إي دي صفر اللي هو 2، يعني هو اللي هنا اللي جاي شغل هو الحد اللي من الأسفل يعني جاي، وهي متزايدة يعني هو الأصغر هنا شغل يقول لك استنتج أنها محدودة، هو لهذا هو إي دي صفر هو اللي يعني يخليها محدودة من الأسفل، ثم نقول نستنتج أن إي دي آن محدودة من الأسفل بالعدد 2، يعني هي متزايدة وهو أصغر حد فيها يعني حد ثابت اللي هو إي دي صفر تساوي 2، ثم هي محدودة من الأسفل بالعدد 2. قال لك هل يمكن القول بأن إي آن متقاربة؟ نقولوا له لا يمكن القول أن إي آن متقاربة على لأنها متزايدة، أول شيء متزايدة وليست محدودة من الأعلى، معناها ما كانش حد من هنا ثابت كما قلت، كما من الأسفل كاين حد من تسمى كي تعود وقتها هنا تكون متتالية عندها متقاربة، يا إما تكون هي متزايدة ومحدودة من الأعلى يعني عندها حد هنا من الأعلى تتقارب نحوه، يعني تروح وتروح للعدد هذا تقارب ليه، هنا ما كانش هنا يعني جاتنا متزايدة ومش محدودة من الأعلى، محدودة من الأسفل تسمى ما نقدرش نقوله متقاربة، ولا تكون وقتها ثاني حالة ثانية باه تكون انها متقاربة لازم تكون متناقصة ومحدودة من الأسفل يعني بعدد ثابت بحد ثابت يعني ما من حدودها المتتالية، هذا هم الحالتين، يعني في الحالة تاعنا هنا جات متزايدة ومحدودة من الأسفل يعني ماهيش حالة من الحالتين تاع التقارب، إذا نقولوا له لا يمكن القول أن إي آن متقاربة، لا يمكن. الآن ننتقلوا للجزء الثاني، يعني عطال قال لك في المعطيات في لي آن متتالية، قال لك إي آن تساوي إي آن ناقص آن، يعني عطالك علاقة تاع التعريف تاعها، علاقة تحت دلالة إلي آن، تسمع عرفها دلالة إلي آن، قال لك السؤال برهن أن في لي آن متتالية هندسية، كيف راح نبرهنو بلي في لي آن متتالية هندسية؟ أول حاجة تعرفها أنه لازم لك تكون حافظ عبارات تعريف، يعني القوانين كل درتها لكم في فيديو، يعني عبارة تعريف متتالية هندسية وش هي؟ في لي آن متتالية هندسية معناه أنه الفي لي آن زائد واحد تساوي الفي لي ان في الكا، انا درتهم لكم في الفيديو العبارات اللي تقدروا تشوفوها يعني تاع الهندسيه تاع الحسابيه، في لي ان زائد واحد واش تولي؟ تولي في لي ان زائد واحد تساوي في لي ان زائد واحد تساوي، يعني هنا راح نحسبوا في لي ان زائد واحد ونشوفوها اذا تساوي في لي ان في كا ولا لا، في لي ان زائد واحد كيف هنا عندك في لي ان انت كانت هنا ان قلبناها ان زائد واحد تحفظها كما كانت ان، نفهمها كما هي كانت ان ولات ان زائد واحد، تسمى هنا واش تولي ان زائد واحد وهنا ان زائد واحد، ها هي ولات في لي ان زائد واحد تساوي اي لي ان زائد واحد ناقص نديرو قوسين بما انه ضرب هنا الناقص راح تكون مضروبه ناقص ان زائد واحد، نوزعو الناقص تولي ناقص اي لي ان زائد واحد ناقص ان ناقص واحد، درك اي لي ان زائد واحد هذي عطاها لنا في التمرين عوضو بها هي 2 على 3 اي لي ان زائد واحد على 3 ان زائد واحد ناقص الان تاعنا ناقص واحد، هذا ما من هنا من الخطوة هذه بعد ثم عوضنا غير الي ان زايد واحد، هنا قال لك في لي ان زايد واحد كملوا في لي ان زايد واحد تساوي 2 على 3 الي ان نحسبه هنا تولي لك 1 على 3 ان ناقص ان هي ناقص 2 على 3 ان، 1 ناقص 1 هي تروح مع بعضها، ثم واش تبقى لك كي تشوف مع هذه يعني هنا بان لك يعني انت لازم لك منها تخرج في لي ان هذيا هذه 2 على 3 إلي أن ناقص 2 على 3 أن لازم تخرج في لي أن مضروبة في عدد، هنا يعني جات هنا باينة في المتتالية هذه جا باين بلي 2 على 3 عامل مشترك، نحاول نخرج 2 على 3 عامل مشترك واش تبقى؟ تبقى لنا إلي أن ناقص أن، إلي أن ناقص أن هذه هي واش؟ هي نفسها في لي أن، ومنه لقينا بلي في لي أن زايد واحد تساوي 2 على 3 في في لي أن. اللي هو كيما هنا في دي ان في كي هنا الاساس عفوا مش كا كي في دي ان في كي في دي ان زائد واحد تساوي 2 على 3 في دي ان، يعني اللي هو هنا 2 على 3 راح يكون هو الاساس اللي هو كي هنا هو منه
VDN متتالية هندسية، VDN متتالية هندسية أساسها هو الكي اللي هو 2 على 3، لقيناه أمام العبارة دي، وحدها الأول حدها الأول هو في اللي 0 تساوي 2. كيف حسبناه؟ نروحوا نرجع للعلاقة هذه الأولى اللي أعطاها لك، في دي أن تساوي في دي أن ناقص أن. قال لك في دي أن هي معرفة على أن، اسمها الحد الأول تاعها راح يكون في دي 0 مش حد آخر. نبدأ نعوضه الآن بالصفر، ديما تعوض الآن بحاجة، يعني هنا نعوضها بالصفر تساوي إي دي 0 ناقص 0. إي دي 0 هو قد 2 ناقص 0 هي 2. هكا نكونوا عيننا الحد الأول تاع في دي أن. ثم قال لك عبر عن في دي أن بدلالة أن. في دي أن واش تساوي؟ في دي 0 هذا قانون الحد العام تاعها، يعني اني كتبت لكم القوانين كما قلت لكم في فيديو. في دي ان تساوي في دي 0 في كيو اس ان، من هو في دي ان؟ في دي 0 هو الحد الاول 2 في 2 على 3 اللي هو الاساس اس ان. قال لك احسب نهايه في دي ان، قال لك نهايه يو دي ان، انا صلحوها يو دي ان، نهايه يو دي ان مش في دي ان، يعني محيتها نهايه يو دي ان عند الزايد ما لا نهاية. نبدأ أول شيء نروحوا للعلاقة الأولى تاعنا اللي هي وش قالك؟ قالك في لي أن تساوي إي لي أن ناقص أن، وإحنا راح نحسبوا النهاية تاع إي لي أن. تسمى نحاولوا من العلاقة هذه نخرجوا الإي لي أن، تولي لك إي لي أن تساوي، تسمى ننقلوا الأن هذه من برك، تولي لك إي لي أن تساوي في لي أن زايد أن. هنا إي دي أن عوضوا في دي أن بعبارة الحد العام تاعها هي 2 في 2 أس 3، في 2 في 2 على 3 أس أن زايد أن. نحسبوا النهاية هي لا ليميت تاع إي دي أن لما أن تؤول زايد من النهاية تساوي 2 على 3 أس زايد ما لا نهاية، تروح بالصفر، عدد أس ما لا نهاية هو صفر، ها هي صفر، زايد الأن اللي هي تولي زايد ما لا نهاية. ومنه لا ليميت تاع إي دي أن لما أن يؤول زايد ما لا نهاية هي زايد ما لا نهاية. ننتقل الآن مع بعض إلى أهم جزء اللي هو يعني الجزء الصعيب اللي يغلط فيه يعني أغلبية التلاميذ، يعني هو الجزء تاع المجاميع، هذا يعني مش ناس كل يعني تجيبو صحيح تقدر تحلو فيه، يعني ثاني مجاميع وكذلك جداء هنايا. نحاول إني نشرح لكم، إذا مركزوا معايا مليح راح نحاول نشرح أبسط طريقة وعلى قد ما نقدر. أول شيء قال لك أس أن تساوي إي دي 0 زائد إي دي 1 زائد إي دي 2 زائد إي دي أن. أول حاجة تشوفها من التمرين، يعني أول حاجة تشوفها من التمرين يعني بلي إنه إي دي أن ما على بالكش أسكو هي متتالية حسابية أو هندسية، يعني ما تقدر تطبق لا القانون تاع الحسابية لا القانون تاع الهندسية هنا في القانون تاع المجموعة تاع المتتالية الحسابية ولا الهندسية، ما نقدروش نطبقوها هنا. ما نقدروش نطبقوه لانه كما قلت لكم هي عباره عن متتاليه عدديه. كيفاه دير كي تلقى متتاليه كما هيك في الباك، مجموعه متتاليه كما هيك في الباك وتاع متتاليه عدديه، لازم لك تعتمد في التمرين على العلاقه اللي عطاوها لك، العلاقه تاع هذه المتتاليه اللي هي العدديه بالمتتاليه اخرى سواء كان هندسيه او حسابيه، هو يعطيها لك في التمرين وانت تستنتج ديريكت، يعني بلا ما يقول لك. هو كما هنا عطانا العلاقة هذه في التمرين هي في دي ان تساوي اي دي ان ناقص ان، ركزوا مليح، في دي ان تساوي اي دي ان ناقص ان. هنا في دي ان على بالنا بها بدي هندسية، تسمى لازمنا نحاولوا نعتمدوا عليها باه نخرجوا المجموعة. هذا أول حاجة نديروها وشي هي أنه نقلبوا اي دي ان منا، يعني في طرف وحدها بدلالة في دي ان، اي دي ان تساوي في دي ان زائد ان، يعني نقلبوا اي دي ان في طرف وحدها تخرج لك اي دي ان. ها هي هنا من العلاقة هذه، قلت لكم العلاقة تاعها متتالية هنا في الجزئية دي جات هندسية. كما قلنا نبداو اول شيء نعوض ان، الان هذا ان هنا تعوض الان هذا بالرقم الموجود في المجموع. وش معناه؟ أو المجموعة عندك صفر، عندك الواحد، إي دي صفر، إي دي واحد، إي دي اثنين، هنا كانت إي دي أن، معناها تروح تبدأ إي دي صفر، هنا عوضنا بصفر، عوضتي الأن بصفر، زيد تعوضه هنا بصفر وهنا بصفر، تسمى إي دي صفر هي في دي صفر زايد صفر، هنا في دي صفر زايد صفر، صفر هاو يروح، ولا تقدر تخليه ثاني بعد المجموعة كيما تقدر تنحيها، يعني صفر هاو، إي دي واحد تساوي في دي واحد زايد واحد، هنا هاي
إلي أنا نعوضوها بهذا اللي في المجموع، بالصفر بالواحد حسب واش كاين في المجموع. إلي واحد هي في دي واحد زائد واحد، إلي اتنين هي في دي اتنين زائد اتنين، كذلك إلي أن هي في دي أن زائد أن. دركا كيما هيك عوضناهم، يعني قلت لكم على عوضناهم لانه هذه متتاليه يعني عدديه، لازم تشوف متتاليه اخرى يا اما حسابيه ولا هندسيه باه تقدر تحسب المجموع تاعها. ركزوا مليح باه تفهموا. يعني دركا نروحوا نرجعوا للمجموع تاعنا. اسال الي صفر واش ولات ولا واش لقيناها تساوي في لي صفر زائد صفر، نحطوها كيما راهي صفر، ممكن تقدروا تنحيوها يعني في لي صفر زائد صفر. كاينه الي واحد زائد الي واحده سما زايدة في دي واحد زايد واحد، ها في دي واحد زايد واحد واش لقيناها هنا نحطوها هنا بعد، هي نفسها ركزوا مليح. إلي اتنين هي في دي اتنين زايد اتنين، ونكملوا هكذا حتى نوصلوا زايد في دي ان زايد ان. كي نوصلوا في دي ان زايد ان هنايا، أول حاجة نشوفوا هنا الجمع التبديلي كما تعلموا كلكم الجمع التبديلي، نحاولوا أنه نحطوا يعني الحدود المتشابهة اللي كيما بعضها اللي كيما بعضها يعني قدام بعضها نقدموهم لبعضها. الفي دي صفر والفي دي واحد والفي دي اثنين نحطهم حدا بعضهم لأنه جمع تبديلي، في دي صفر زائد في دي واحد زائد في دي اثنين حتى الفي دي ان، هذا ما نحطهم حدا بعضهم، الصفر هاو يروح هذايا. ثم درك نحطو اللي كيما نقولو كيما بعضهم يعني الأعداد، نحطوهم حدا بعضهم اللي هما صفر زائد واحد زائد اثنين زائد حتى الان، ان يعتبر منهم من هذا. ما صفر زائد واحد زائد اثنين، الصفر هاو يروح يعني تولي لنا هاي زايد بالاخضر هذي باش نفرقوا بين هذي وهذي. زائد واحد حتى من تحت انا حطيتها لكم هنا بالاخضر باش تفهموا مليح بلي كل واحدة وحدة كل جهة شغل وحدها. زائد واحد زائد اثنين زائد زائد حتى الان. هذا دركا احنا واش نستنجو، كي تشوف هذايا نتايا فيلي صفر زائد فيلي واحد زائد فيلي اثنين، وعلى بالك بلي فيلي ان هي متتالية واش هندسية حسب التمرين هذيا، هنا جات هندسية مجموع، هذا واش يكون هو مجموع للمتتالية الهندسية فيلي ان، واش هو الحد الأول تاعو هو فيلي صفر، يعني تحب تعرف الحد الأول تاعو، هذا مجموع متتالية مجموع للمتتالية الهندسية فيلي ان، وهذا واش هو؟ واحد زائد اثنين هو مجموعة تاع متتالية حسابية، وش هو الحد الأول تاعو؟ هو الواحد، ولا كنتو قادرين ديروه صفر يعني راح تخرج نفس النتيجة. هنايا هنا هو الواحد، صفر راني نحينا، هنا هو الواحد، وهنا الحد الأخر هو هنا الحد الأخير هو الآن، وتشوفوا فيها يعني قاعدة تزيد بالواحد، واحد زائد اثنين زائد ثلاثة زائد، تسمى الأساس كنت حاب تعرف الأساس تاع مع أنه ما تسحقوش في حساب المجموع، كنت حاب تعرفه هو واحد، أساس تاع بعد هو متتالية حسابية، تشوف فيها متتالية حسابية، إذا راح تطبق المجموع تاع المتتالية الحسابية، مادام هذايا هو متتالية حسابية، طبق المجموع تاع المتتالية الحسابية يعني. هنايا عندك اللي هي تبدا، قلنا هذه مجموع متتاليه هندسيه، وهذا اللي من هو مجموعه تاع متتاليه واش مجموعه متتاليه حسابيه، هاي هنا مجموعه متتاليه حسابيه وهنا مجموعه تاع متتاليه هندسيه. نبداو هنا ندير الحد الاول، الحد الاول هو حبيت نكتب القوانين برك، في واحد ناقص كي اللي هو الاساس اس عدد الحدود على واحد ناقص كي تعرفوهم كل، زايد هنا هذا الثاني اللي هو هذا والثاني واحد هو تاع عدد الحدود تاع الحسابية، عدد الحدود على اثنين في الحد الأول زائد الحد الأخير. راهو الآن اللي هنا اللي هي اثنين في واحد ناقص، يعني نبداو نطبقو الحد الأول تاعي هو في لي صفر، اثنين في واحد ناقص الكي اللي هو اثنين على ثلاثة، أس أن زايد واحد على واحد ناقص اثنين على ثلاثة، زايد نزيدولو الان على اثنين، هنا عدد الحدود اللي هو ان ناقص واحد زايد واحد على اثنين، جينا ان على اثنين في ان هذه زايدة يعني مش واضحة اسمها مش واضحة مليح، ان زايد واحد يعني هنا ننتقلوا للحساب يعني واحد ناقص اثنين على ثلاثة هي تولي لك يعني واحد على ثلاثة تولي مضروبة هنا اثنين في ثلاثة توليك ستة، يعني حسب حسابات برك هذي، في واحد ناقص اثنين على ثلاثة أس أن زايد واحد اللي هي هذي بين قوسين زايد أن على اثنين في أن زايد واحد، هذي هي كيما هيك يعني. نفوتو وصلنا تسمى كملنا يعني هذا هو المجموع أس أن. نفوتو للسؤال اللي بعده واش يقول؟ السؤال اللي بعده عطالك باللي تيلي أن هي متتالية يعني تساوي
الان الالان تاع في دي ان، لوغاريتم في دي ان. البرهان قال لك برهن ان تي دي ان هي متتاليه. كيفاه هي متتاليه حسابيه؟ اول شيء ديرو كيما قبيل، حنا دير تعريف المتتاليه الحسابيه اللي قلت لكم درتها لكم في فيديوهات، تقول باللي تي ان متتاليه حسابيه، معناه تي دي ان زائد واحد تساوي تي دي ان زائد ان، تي دي ان زائد واحد تساوي تي دي ان زائد ان، هذا هو تعريف تاعها. نروحو كالعاده نحسبو كيما قبيل تي دي ان زائد واحد. كيف تحسبها؟ كانت هنا ان قلبناها ان زائد واحد، حتى هنا ان تقلبها هنا ان زائد واحد، الان في دي ان زائد واحد، مكانش اسهل منها. عندك الان كيف درك انت في دي ان زائد واحد هذيا عندك هي باللي اثنين على ثلاثة، هنا كتبوها اثنين على ثلاثة. قلنا تي ان زائد واحد هي الان في ان زائد واحد، في دي ان زائد واحد قلت لكم هي اثنين على ثلاثة في دي ان، هي كتبت لكم ثلاثة هذيا في دي ان زائد واحد اثنين على ثلاثة في دي ان، هي قانون التعريف يعني قانون التعريف تاع المتتالية الهندسية. في دي ان زائد واحد هنا هي اثنين على ثلاثة في ام، عوضها هنا تولي لك تي دي ان زائد واحد تساوي الان اثنين على ثلاثة في دي ان. من الخواص تاع الالان تاع هي انه الان الجدائي ولي مجموع، يعني الان في دي ان زائد الالان تاع اثنين على ثلاثة. الان في دي ان هذه هي عندنا الفوقها هي نفسها تي دي ان، تسمى هنا تولي لك تي دي ان زائد واحد تساوي تي دي ان زائد الآلان اثنين على ثلاثة. تي لي ان زائد واحد هي تي لي ان زائد الآلان اثنين على ثلاثة. هذه من الشكل واش؟ هي من الشكل تي لي ان زائد واحد تساوي تي لي ان زائد ار، نفس الشكل يعني الار قدها راح يكون هو الآلان اثنين على ثلاثة. هيك اثبتنا ونقوله ومنه تي لي ان متتالية حسابية اساسها هو ار تساوي الآلان اثنين على ثلاثة. وحدها الأول نحسبوه يعني الحد الأول هو تيلي صفر، لأنه قلت معرف على آن بطبيعة الحال يكون هو صفر، تيلي صفر الحد الأول تساوي آلان في دي صفر، في دي صفر قده هو اثنين، سما الحد الأول هو آلان اثنين. نكتب الحد العام تاع تيلي آن، عبارة الحد العام هي تيلي آن تساوي هي تيلي صفر اللي هو آلان اثنين زايد ان في ار اللي هو الان 2 على 3، ثم الان 2 زائد ان في الان 2 على 3. ما طلبهاش في التمرين بس حنسحقوها من بعد عبارة الحد العام هذيا. درك قال لك يعني السؤال اللي بعده احسب المجموع، حساب المجموع الي ان تساوي تي لي 0 زائد تي لي 1 زائد تي لي ان. هنا مجموع سهل جدا، علاه؟ لانه عم بالنا بلي تي هنا تي لي ان هي متتالية حسابية، مادام حسابية طبق المجموع ديريكت، يعني المتتالية الحسابية هو مجموع عدد الحدود عفوا اللي هو ان زائد واحد، ثم ان الحد دليل الحد الاخير ناقص صفر اللي هو دليل الحد الاول، نزيدو لهم واحد، جينا ان زائد واحد على اثنين في الحد الاول اللي هو تي لي صفر اللي هو لقينا ان اثنين زائد الحد الاخير اللي هو تي لي ان اللي هو هاو كتبته لكم هنا الحد العام. درك احنا كي نكتبو نعوضو ان زائد واحد على اثنين في حد الأول آلان اثنين، هذه كاملة آلان اثنين زائد آلان اثنين على ثلاثة هي الحد الأخير اللي هو تي لي آن، يعني الحد العام آلان اثنين زائد آلان اثنين على ثلاثة. درك عندنا آلان اثنين زائد آلان اثنين، نكتبوها اثنين آلان اثنين، يعني كيما نقولوا خمسة زائد خمسة هي اثنين في خمسة، آلان اثنين زائد آلان اثنين كيما بعضها نجيك اثنين آلان اثنين زائد آلان اثنين على ثلاثة، هذا هو يعني المجموع آن يعني حسبناه. ننتقلوا الى اهم حاجه في التمرين، ويعني تقدر تقول هي اللي حاجه يعني صعيبه شويه، فكره جديده مليحة، هي الجداء هذا بي لي ان تساوي في لي صفر في في لي واحد في في حتى الفي لي ان. هنا لازم نستعينوا يعني بحاجه خلاف عطانا في التمرين، يعني بعلاقه بين متتاليه في لي ان ومتتاليه اخرى باش نقدروا نحسبوه. يقول لي واحد فيكم يعني قلت لنا قبيل ما كي تعود مع بالك باللي مثلا في لي ان هنا هندسيه تحسب ديريكت، بس هنا ماهوش مجموعه يعني مهما عم بالك بها هندسيه بس ما تقدرش تحسب ديريكت، ما تقدرش تحسب لاني مش مجموع جداء، هنا عم بالك بها هندسيه ولازم تستعين بالمتتاليه يعني اللي عندها علاقه بها مباشره باه تقدر تحسبه، لانه جداء هنا نستعين بالمتتاليه. واش عندنا في التمرين؟ واش من علاقه عندنا تفيدنا؟ عندنا تي دي ان تساوي الان الفي دي ان، هذه هي من التمرين، ها هي هنا الفوق كنا نخدمه بها ضرب تي دي ان تساوي الان في دي ان.
بما انه تي دي ان تساوي الان في دي ان، وحنا حابين نخرجوا الفي دي ان باه نعوضوا كيما قبيل، بما انه عندنا الفي صفر والفي واحد والفي ان، لازم نخرجوا الفي دي ان وحدها يعني في طرف واحد. ما عندناش الان في دي ان، احنا عندنا في دي ان يعني في متتالية في دي ان. اول شيء ندخلوا الاسية على الطرفين من ومن، اسية تي دي ان تساوي اسية الالان تاع الفي دي ان. اسية تي دي ان واش تولي تساوي؟ توليك تساوي الفي دي ان، بعد اسية تي دي ان تساوي الفي دي ان، الاسية مع الالان يروحوا مع بعضهم تبقى لك الفي دي ان. هنا هي الفي دي ان، تسمى في دي ان واش لقيناها تساوي اسية تي دي ان. تسمى نروحوا هنا نرجعوا لدركا كيما قبيل قلت لك جملة نعوض، هاي الجملة اللي كانت فكرتها نعوض الان بالارقام يعني الموجودة في المجموع. عندك في دي ان الان برك اللي تعوضها بالارقام الموجوده في المجموع، هاي عندك هنا في المجموع واش كاين؟ في دي صفر الواحد والفي دي ان. مثلا هنا في دي صفر واش تساوي لك؟ عوضت هنا، هنا نحط هنا حطيت صفر، تسمى حتى هنا وين كاين ان زيد نحط صفر، ساهله خلا. في دي صفر تساوي السيد تي دي صفر. في دي واحد واش تساوي؟ السيد تي دي واحد. في دي اثنين وش في دي اثنين تساوي اسية تي دي اثنين، وهكذا حتى في دي ان تساوي اسية تي دي ان. يعني نروحو نعوضو دركا كي لقيناهم في دي صفر، في دي صفر واش لقيناه؟ هي اسية تي دي صفر. في دي واحد هي واش؟ هي اسية تي دي واحد. في حتى نوصلو لاسية تي دي ان، في دي ان هي اسية تي دي ان. دركا احنا عندنا من الخواص تاع الأسية انه كيعود عندنا أسية تاع حاجة مضروبة في أسية حاجة جداء واش تولي؟ هذه من الخواص تاع الأسية، ها هي أسية تي دي صفر في أسية تي دي واحد في يعني جداء واش تولي؟ تولي لنا أسية تي دي صفر زائد تي دي واحد زائد تي حتى زائد تي دي ان زائد تي دي اثنين حتى تي دي ان. وهذه يعني أسية هذا تي دي صفر زائد تي دي واحد، هذا وش هو؟ هو المجموع اللي حسبنا قبيل تاع ماه تاع المتتالية الحسابية تي دي ان. ها هو حساب المجموع تي دي، ديما نحاول نرجع لكم باش تفهموا، تي دي صفر زائد تي دي واحد زائد حتى تي دي اثنين. هنا بي دي ان تسمى وش يساوي؟ المجموع الجداء بي دي ان عفوا يساوي الأسية تاع الي ان، الي ان هو هذا تاع تي صفر زائد تي واحد أو أسية الي ان، ونكتبو بي دي ان يساوي أسية، ونكتبو هنا في الأس الفوق الي ان اللي هو ان زائد واحد على اثنين لقيناه، اثنين الان اثنين زائد الان اثنين على ثلاثة. هذا هو التمرين تاع اليوم، يعني إن شاء الله نتمنى يكون عجبكم، نتمنى يكون عجبكم، ونلتقيو إن شاء الله في فيديوهات قادمة. لا تنسونا من صالح دعائكم.